عيش موصول بالله وانت يتفتت كل ابتلاء في حياتك. يعني ربنا ابتلاك بالضعف امام كل الابتلاءات، امام العظم ضعيف، امام الفقر ضعيف، امام المرض ضعيف، امام الكرب ضعيف، امام الشيطان ضعيف، امام نفسك وشهواتها ضعيف. ليه؟ عشان تستعين بالله القادر، عشان تستعين بالله، عشان تعيش حياتك كلها بوصول القلب بالله. احنا مشغولين بالدنيا وربنا قال لنا انشغلوا بيا وانا هحل لكم كل مشاكل الدنيا. احنا نفرين عن ربنا لان احنا خايفين، خايفين على الشهاده، خايفين على الفلوس، خايفين على التجاره، خايفين من الف مشكله ومشكله، خايفين من كل حاجه وخايفين على كل حاجه. وربنا بيقول تعالوا لي وانا امنكم من كل خوف ومن كل حزن. انت مالكش غير ربنا. لو انت ما تبتش لربنا، ما عرفتش ربنا، ما عبدتش ربنا، ما اخلصتش لربنا، هتفضل حياتك في ابتلاء وكرب. ليه؟ لان السلاح الوحيد انت محروم منه سلاح الصلة بالله سبحانه وتعالى. سؤال، انت ما بتقومش الليل؟ ما بتقومش الليل؟ لما ربنا بيقول ان قيام الليل بيتنزل ربنا كل ليل فيقول هل من داء؟ مفيش حد عايز يرجع له، مفيش حد عايز يخلص من ذنوبه، مفيش حد عايز يفتح صفحة جديدة مع مولاه. فأتوب عليه، هل من مستغفر؟ مفيش حد اتخنق من معاصيه، مفيش حد عايز يكفر سيئاته، مفيش حد عايز يمحى كل سيئات صحيفته. فأغفر له، هل من مستشفى فأشفيه؟ مفيش مريض، محدش مننا قلبه تعبان ولا كليته تعبانة ولا جسمه تعبان. هل من مستشفى فأشفيه؟ هل من داع فأجيبنا؟ مفيش حد عايز يسأل أي حاجة، محدش محتاج حاجة. كل النايمين دول ملهمش حاجة عند ربنا. محدش خايف من النار يقول له نجيني منها، محدش طمعان في الجنة يقول اديها لي. سبحان الحليم، لما ربنا يتنزل ويعرض حل كل مشاكل دينك ودنيتك كل ليلة وانت نايم. ليه؟ انت ما بتقومش الليل ليه؟ ما عندكش مشكلة، ما عندكش كرب تريد ان ربنا يفرجهولك. لا يوجد طالب اخرى صادق لا يقوم الليل، ولا يوجد طالب دنيا صادق يعلم انها بيد الله لا يقوم الليل. ده علامة اليقين وعلامة حب الله سبحانه وتعالى. اخواني، اوصيكم قبل ان اغادر مقامي هذا، يا جماعة الدنيا ملهاش غير طريق واحد، والدين ملوش غير طريق واحد مع الله. الدنيا ما بتجيش من الدنيا، الدنيا بتيجي ان ربنا يرضى عنك ويديهالك، والدين بيجي ان ربنا يرضى عنك ويديهولك. يا اخواني، لا يوجد طريق لسعاده في دنيا او اخره الا في طاعه الله، ومعصيه الله لا تكلف الا الشقاء في الدنيا وفي الاخره. لازم نفهم ده، لازم نفهم ان احنا مضطرين نتوب سواء عايزين دنيا او عايزين اخره، ان احنا ملناش غير ربنا سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا.